الدفاع تاعهم نيابات جديده وطلبوا مهله لاعداد الدفاع، لان لابد اول مره نصبنا حنا كدفاع هنا الدوله كضحيه متضرره ضرر خاص من الضرر اللي حقتها في المعدات وغيرها والبنايات، وكان اضرار اخرى لحقت بجميع الاجهزه من رجال المطافئ والقوات المساعده والدرك وغيرهم، هذه اضرار خاصه. ثم الدولة باعتبار تبقى المادة 19 من قانون الوظيفة العمومية والمادة 8 من قانون الأمن كتلزمها بحماية موظفها، تهجمات تحرشات إضرار، فتنصب الدولة الدفاع عن هؤلاء الضحايا اللي منهم واحد الآن ومحاولة 8 منهم واحد.